السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطبق طاجلياتيل بصوص بلونش. كتجي رائعه بزاف، سهله وسريعه، مكونات سهله واقتصاديه. فبقاي معايا مع الفيديو الاخير باش تشوفي المقادير وطريقه ديال التحضير. كناخذ مقله كندير فيها البصله مع الزيت والملحه صافي، وتنخليها تشحر. هنايا تناخذ جميله، هنايا عندي هذا لي بات، ديروا اي بات متوفره عندكم. انا كنستعملت هذه ديال الطاجلياتيل، كتجي فيها هي اللي كندير في الماء، الماء يكون غليان وتنرميها فيها. بالنسبه للبصله كنخليها كطيح مزيان، عاد كنزيد ليها يا ما كديروا اللدان يا ما كديروا الدجاج اللي متوفر عندكم كديروه صافي. هنايا كنديروا نص كيلو ديال داند، اللي عنده دجاج داند المهم تخلطوه، وسميتو حتى اللي متوفر عنده شامبينيون يا اما معلب يا اما الاخضر، كتاخذي كتنقيه. راه ديجا وريت لكم في القناه كيفاش كتنقيوه، كيفاش كتنقيوه صافي. وكتزيدوه على المقله صافي، وكنبقى نقلبو في المقله هكا باش كيتشحر لينا. بالنسبه لي بات ضروري الماء يكون غليان، وديروا فيه الملحه والزيت صافي. كنزيد القزبور ومعدنوس. بالنسبه للملح والبزار كنديرهم في الاول صافي. كندير معلقه ديال الموطارد وتنحرك مزيان. هنايا هاد الصوص بلونش ما تنديرش فيها التحميره لا الخرقوم باش كتبان بيضه. صافي وكنشحروها، راه دغيا كيطيب، راه لا داندو والدجاج دغيا كيطيبو. غير كتسلطيهم باش ما كيتحرقوش من الجناب، ردوا البال ما تحرقوش باش ما توليش لكم لاصوص كحله. هنا بعد ما غلى الماء صافي، ملي غلى الماء راه كندير لي بوط بالنسبه للعطريه غير الملحه والبزار والسكنجبير الله يجعل البركه والمطارد صافي، ما يحتاج للعطريه لا والو صافي. هنايا كنزيد كريم فريش، هذه الخاصه ديال الطبخ، راه متوفر وما غالياش بحال دابا. هادي راه كدير 17 درهم، متوفر نيس عند جميع المحلات هادوك اللي كي المهم اللي كيكونوا في كاينه في سوبر مارشيات، وكيكونوا غير في الحوانت الصغار، حيت هادي ما كتخسرش، كيدار برا الثلاجه ما تيوقع ليها والو، موجوده هادي ديال الجوده موجوده. المهم انا كتجي بنينه. كاينين هادوك الاخرين ديال ليترو ديال الطبخ، ممكن كتستعمليها في الطبخ وكتستعملها في الحلوى، حتى هما زوينين. هذيك كتقام تاني اقتصاديه، كتجيبي 600 ريال كتجيبي لترو. صافي وكتزيدوا اعشاب ونسيمه اللي بغات تزيدهم، شويه هذا الزعتر. هنايا لي بطل تنحركهم، راه دغيا كيطيبو هاد الطاكليتيل دغيا كطيب.
شويه الزعتر كيجي فيه المذاق ديالو بنين. ولا الحبق، المهم اي اعشاب منسمه كتزيدوهم كيجيو صراحه لذادين. بالنسبه للماء اللي طيبت فيه لي باطر زدت فيهم واحد شويه حيت بانت ليا الصوص خاطره بزاف صافي. او تنخلط ملي كتحتاجوا الماء راه كتزيدوا غير الماء ديال لي بات، ما كديروش الماء الاخر، الماء من الروبيني وحسن هذا اللي طفي لي بات صافي. بالنسبه لهنايا لي بات صفيتهم وغادي نزيد لاصوص، غادي نزيد فيها شويه وغادي نخلي شويه باش نكبو عليها من الفوق. صراحه كتجي لذيذه هذا كتغيروا به شويه، مره كتبغيو هذا الصوص بولونيز، مره كديروا هذه الصوص صوص بلونش، كتجي رائعه بزاف. غير جربوها غادي تعجبكم بهذه الطريقه. ودغيا كتوجد ما كاين لا وقف في الكوزينه لا والو، قطع شويه لادند ولا شي دجاج الى عندك. اغلبيه كيكون عنده الدجاج كيشيط حيت اغلبيه كياكلوا غير الفخوده، وبالنسبه للصدور كتخليهم للعماره ولا لي بات. صراحه الصدور كيتكال غير بحال هكا. بالنسبه لديك لاصوص اللي شطت ليا كنزيد لها شويه كريم فريش وتنعاود نغليها واحد شويه وتنديرها فوق لي بات، كتجي صراحه لذيذه بزاف. تدوك اعشاب الموسمه كيعطيوها مذاق زوين. هذا طبق للعشاء، كاين اللي كيبغيه للغداء ولكن ضروري معاه شي طبق ديال الخضار صافي. هذا كنسقي به من الفوق راه كتجي زوينه. اللي عجبها الفيديو ما تنساش تعمل ليا لايك الفيديو وتشترك عندي في القناه باش دائما توصلوا بالجديد للقناه ديالي وبالوصفات اللي تنحط لكم دائما. نتمنى يعجبكم. هو الطبق كيف كيجي، كيجي رائع. نتمنى يعجبكم الفيديو ونال الاعجاب ديالكم، وفي امان الله الى فيديو اخر ان شاء الله.